يتميز بجسم غريب الشكل. إذا كان للحيوان السري جسم غريب الشكل، فربما يكون الزرافة، والتي تعتبر من أطول الحيوانات في العالم، وهي طويلة لدرجة أن صغارها المولودة حديثا يصل ارتفاعها إلى المترين. للزرافة أيضا طريقة غريبة في الدفاع عن نفسها، فركلتها قوية جدا تستطيع أن تقتل الأسد. تنام لنصف ساعة يوميا وتعيش في الأراضي العشبية، وحينما تضطر تستطيع الزرافة البقاء من دون ماء لفترات طويلة. إنها من أشهر الحيوانات الإفريقية، لكنها ليست حيواننا السري. سنعطيكم معلومة أخرى، الحيوان السري خجول.